طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة. شددت الوزارة على ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وإبعاد جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. هذا وقد حذرت الخارجية الفلسطينية من المخططات الإسرائيلية للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. مشدده على ان اي خطط او ترتيبات بشان قطاع غزه يجب ان تمر من بوابه الشرعيه الفلسطينيه وبمشاركه القياده الفلسطينيه بجميع تفاصيلها باعتبار ذلك شانا فلسطينيا داخليا